أتعرفون ما حصل للإمام أبي عمرو بن العلاء زبان، وهو أحد القراء السبعة قارئ البصرة، وأحد أئمة النحو المشاهير في أيام التابعين؟ فإنه دعاه الحجاج ليعرض عليه القرآن بقراءات مختلفة، بقراءات أهل البصرة، فقرأ سورة البقرة، وكان يقرأها بعدة قراءات، سواء منها ما كان من قراءته هو أو ما كان من قراءة غيره. فقرأ قول الله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده، قراءة أبي عمرو غرفة بيده بالفتح، لكن قرأ بالقراءة الأخرى: إلا من اغترف غرفة بيده. فقال له الحجاج: إن العرب إنما تعبر عن المرة بالفعلة بالفتح، تقول إلا من اغترف غرفة ولا تقول غرفة. فلم يتردد أبو عمرو وأثبت هذه الرواية. فقال له الحجاج: أجلتك شهرا تأتي بشاهد من لغة العرب على مجيء الفعلة للمرة، وإلا قطعت رأسك. وأرسل معه حرسيين يحرسانه حتى يرداه بعد شهر لإقامة الحكم عليه. فخرج أبو عمرو ومعه الحرسيان إلى أنحاء نجد لعله يجد شاهدا لدى العرب. فلما تم الشهر ورجع به الحرسيان إلى العراق، وكان في أشد الحزن، بينما هو في الطريق إذ رأى راكبا على بعير له يغني في الصحراء، فسمع غناءه، فإذا هو يقول: قد يموت الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال، ربما تكره النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال، له فرجة كحل العقال. ونفس المعنى الذي حصل أيضا: ربما تكره النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال، وفرجة فعلة بالضم. ففرح أبو عمرو فرحا شديدا بهذا الشاهد. فلما لقوا الراكب قالوا: ما وراء الخبر؟ قال: مات الحجاج. فقال: ما أدري بأيهما أفرح، بوجود الشاهد أم بموت الحجاج. وقد قال أحد الحكماء: والرب يخمل عبده لطفا به، ويكون ذا جبر له بالكسرة، ويسوق أحداثا إليه تعوقه عن خوض بحر مهالك ذي زخرة، فتعضه الأحداث عضة مازح، وتمر مرة سحب صيف مرة. فالأحداث تأتي هكذا بأمر الله جل جلاله، فتعض الإنسان عضة مازح، وتمر مرة سحب صيف مرة. فهؤلاء هم المؤمنون، وهذا موقفهم.